السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله جاي لكم تاني بفيديو جديد مع اناقة ملابس شتوية وبردية. اليوم ان شاء الله جايين لواحد البوتيك اللي كاين في انزكان حي الموظفين، شارع محمد الزرقتوني رقم 1، قرب حديقة موظفين. تفضلوا معايا ان شاء الله باش نشوفوا الملابس ديال ناقة حشمة انزكان عند احمد صبلة. احمد صبلة عنده القناة ديالو، ديروا غير احمد صبلة في القناة وغتشوفوا الجديد ديالو يوميا. ندخلوا مجموعين نشوفوا هاد الملابس. يعني الملابس اللي كيتلاحوا لي كيخرجوا يوميا عصريين. دخل عند احمد سيبلا في القناة ديالو، هو نفسه هدم المحل وكيلوح الجديد يوميا. ودخل عنده القناة باش تشوف ان شاء الله الملابس اللي عجبها شي حاجة تشري عنده. مهمة البنات، ملابس واعرين واعرين. وماشي شي ثمن غالي، المهم ثمن مناسب. عندهم ثمن مناسب، شفتهم انا كاملين عندهم ثمن مناسب. وحويجات زعما موديرمون او طوب. المهم كاينين السيرفيتات ديال السباحه، كاينين السيرفيتات ديال الرياضه، وكاينين المونطيات، كاينين سميتو لي بوت، كاين طالون سيكان. مهم كل شيء اللوازم ديال المرأة المغربية أو العصرية موجودين عنده.